السفير السابق المفوض فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية تشاد لدى المملكة المغربية محمد عبد الرسول والقنصل الأسبق لتشاد لدى المغرب مختار مهدي يكرمون من قبل جمعية خريجي وأصدقاء المغرب تقديرا للجهود التي بذلها كل على حدة في تقوية أواصر الأخوة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك عبر مناسبة حضرها عدد من سفراء تشاد في الخارج إلى جانب السفير المغربي بتشاد سعادة عبد اللطيف الروجع. وأكد رئيس جمعية خريجي وأصدقاء المغرب إبراهيم موسى يوسف خلال كلمته بأن هذا التكريم جاء نسبة للإنجازات التي قدمت تجاه تعزيز روابط التعاون بين البلدين. هذا وأثنى المحتفى بهم على هذه البادرة القيمة التي قام بها رئيس جمعية خريجي وأصدقاء المغرب، وأكد بأنها حتما ستشجع الدبلوماسيين وممثلي البلاد في الخارج على تقديم المزيد لخدمة المواطنين. أما السفير المغربي من جانبه سعادة عبد اللطيف الروجة أكد بأن المتطلبات التي قدمتها الجمعية ستؤخذ بعين الاعتبار، وأن هذه المبادرة لا شك ستعزز من الأدوار التي يبذلها سفراء تشاد في الخارج.